السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار العربية والإقليمية والعالمية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، وتطالعون فيها أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والاجتماعية. البداية مع الشأن المصري والعربي والإقليمي. ومن مصر، رئيس الوزراء المصري يعتذر للشعب عن أزمة انقطاع الكهرباء ويؤكد للانتهاء من خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية 2024. وفي التفاصيل، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اعتذار للشعب عن انقطاع الكهرباء أمس في كافة أنحاء الجمهورية، وأشار إلى أن الكهرباء أمر مهم في حياة المواطنين، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء أن هذا الموضوع شديد الصعوبة على الحكومة، ولفت إلى أن الحكومة قامت بوضع خطة من قبل لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية 2024 والعمل على قدم وساق في هذا الملف بقوة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إنه بنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية، ولفت إلى أن المشكلة تكمن في تدبير الوقود. وتحت عنوان أسوأ مستوى للجوع، غزة أمام خطر مجاعة لا يوصف، كتب موقع العربية أن قطاع غزة المحاصر لا يعاني من الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف وموجات النزوح والموت والدمار فحسب، بل أيضا من خطر مجاعة يهدد مناطق كلها منذ بداية الحرب قبل 9 أشهر. وأضاف الموقع أن تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أظهر أن خطر المجاعة لا يزال قائم بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال، وشدد على أن القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ما زالت مفروضة. وأضاف التقرير أنه أكثر من 495 ألف شخص أو أكثر من 5 سكان غزة يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي. ومن السودان، موجة نزوح جديدة بعد معارك جبل موية. وفي التفاصيل، نزحت مئات الأسر السودانية من سكان منطقة جبل موية بولاية سنار جنوب شرقي البلاد بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. ونقلت وكالات أنباء اليوم الثلاثاء عن شهود عيان تأكيدهم نزوح المئات من سكان قرى جبل موية باتجاه مدينة سنجا التي تبعد نحو 50 كيلومتر جنوب سنار أو غربا إلى مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض. واقتصاديا، الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية. وفي التفاصيل، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 2327.52 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2339.90 دولار. وتحت عنوان اعتذار أم انسحاب، جدل جديد يصاحب مباراة القمة المصرية الملغاة. وفيها كتب موقع العين الإماراتي، تعتبر كلمة انسحاب غير مرضية للمسؤولين عند الحديث عن رفض خوض مباراة ما لأسباب مختلفة، وهو ما ينطبق على الزمالك المصري. رفض نادي الزمالك المصري خوض مباراته التي كان مقرر لها اليوم الثلاثاء ضد الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ووصف بيان رابطة الأندية الذي أرسل للاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الاثنين عدم خوض الزمالك للقمة بأنه اعتذار لظروف قهرية، وهو نفس ما جاء في بيان الزمالك. ده كان عرض سريع لأهم الأخبار على المستويين العرب والعالمي. لو بتشوفني لأول مرة، اعمل اشتراك ومتابعة علشان يوصلك كل جديد بنقدمه، واضغط لايك واعمل شير للفيديو علشان يوصل لغيرك ويعم الخير. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.